خطوة المغرب العدوانية تجاه الصحراء الغربية تأتي على ما تبقى من مسمى الوطن العربي المهلهل والمتشرذم أصلاً، غير أن هذا الواقع كان متوقعاً بعد أن انفرط عقد العرب حول أهم قضية كانت تجمعهم فلسطين، التي يبدو أن تحولاً جذرياً ما حصل بشأنها إلى درجة أن خيانتها أصبحت ثمناً بخساً لتمتين كراسي الأنظمة العربية واستغلال نقاط ضعفها سواء بدعمها في قضاياها الداخلية أو الخارجية بمخلب إماراتي تحول إلى عراب للكيان الصهيوني، ففتح سفارة له في الأراضي الصحراوية المحتلة بمقابل واضح. هي الإمارات العربية التي تزعمت التطبيع وخيانة القضية الفلسطينية، تحاول حتى لا تبقى في موقف عزلة أن توسع دائرة المطبعين، والنظام المغربي هو المؤهل في نظرهم وحتى في الحقيقة نظرا لعلاقاته القديمة مع الكيان الإسرائيلي وما كان يقوم به من خدمات، والتبادل القائم بين النظام المغربي والإسرائيلي في تجارب قهر الشعوب ويعني فرض الأمر الواقع وسياسة الاحتلال والتوسع والاستيطان. مخططات التطبيع لا تستهدف جراء أنظمة الدول العربية إلى حظيرة الكيان، وبالتالي إضعاف الجبهات الداخلية لهذه الدول فحسب، بل تحطيم آخر جدار للمقاومة المتمثلة في الإجماع الشعبي الرافض للكيان بدك إسفين الخلافات بين الشعوب وبين القضية الفلسطينية، وهو الإنعكاس الواضح للحرج الذي تعيشه السلطة الفلسطينية بعدما وجدت نفسها في تناقض صارخ بين سندان التطبيع ومطرقة الخلافات العربية المتعاظمة. مقايضة قضية بقضية، ضرب قضيتين شرعيتين الواحدة بالأخرى، وهذا ما على يعني فلسطينيين حتى يكونوا واعون بهذا، لأنه مثلما تحالف يعني من يريد دوس حقوق الشعوب على أيضا يعني الشعوب المكافحة أن تتعاون بينها انطلاقا من مبادئ التحرر. إفشال هذا المخطط الخبيث يحتاج لأعصاب هادئة وتفكير استراتيجي يقطع الطريق على إرادة فك الإجماع حول القضية المركزية في بلدان المغرب العربي وشق شرخ عميق يقضي على مشروع التكامل المغاربي للأبد.